كتبت قصيدة في زوجتي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها من أهل الجنة، وأن يبارك لنا ولكم زوجة صالحة، حفظة البيت، ربة الأولاد، أسأل الله أن يحفظها ويعطيها العافية ويطول في عمرها على الطاعة. فكتبت فيها حولها، قلت إذا كل تفاخر في المواقف وجاب الزود، أنا به عندي اللي بفتخر به واذكر أفضاله، بعد كل المفاخر والمفاخر سوقها مشدود، أنا اللي بفتخر في واحد ممسكني حباله، بفتح كل صفحات الفخر لين أصل المقصود، بفاخر في النجيبة والنجيبة تصل الطالة، بفاخر بالوفية والوفية بنت ذاك العود، ألا يجعل ربي يجعل الفردوس من زاله، أنا لي زوج تنتفرق على من مثلها بعدود، دخيلة خير ثوب الدين ملبوسة وتفصالة، كريمة مد تاتيني على الهقوة ويمكن زود، ثمينة ما يثمنها شريط المال ومواله، ولا يمكن ثمنها بشيء نصرفه معدود، لأن أهل التقى والدين كنز طيب فاله، وهذه بعض ما عندي وشكري للولي ممدود، ببين لجل بعض الناس لا تتخالف أقواله، أنا لي زوج تنفي بيت مثل الذهب مرصود ومثل الورد يكسي البيت يا محلات جواله، ولولادي مثل نجم يقدي في الليالي السود، ولضيوفي قرو وكرام تحرص في تقباله، تدور في رضاي وتدري انه بالأجر موعود، وتدري بن حق الزوج للجنات ميصاله، وللأرحام وصل وصبر ترجي رحمة المعبود، ولا تبحث خفا مخفي ولا بتنقل القاله، ولا ترضى الباس الخزي والموضات والمنقود، احجاب انضاف ين بالستر ما ترضات بالداله، ولا تهتم في موضات عار شاعها النمرود، ولا تعرف سناب الشات جحر كلها اذعاله، ولا تخرج بغير اذني وفي الحاجه وفي مقصود، ولا هي بين عشاق العروض تكون دلاله، قنوعه راضيه باللي معانا في الوسط موجود، ولا تحرص على تقليد منهم بيننا عاله، لها مبدا لها قدوه لها عزوه وفت بعهود، لها شيمه لها قيمه تفوق الكون وجباله، وهي خير المتاع اللي حديث راويه مسنود، وهي بيت العفاف اللي سكننا في تقاجاله، فلا يالله يلي صوب رحمه نجيك وفود، تدي منا النعم يا الله لا تجعلها زالة، وثبتنا على دينك وسنة صادق محمود، وبارك في العمر والزوج والأولاد والحالة، وصلوا على النبي إعداد ما هلت رزوم النود، صلاة الله على المرسول والأصحاب والآلة. ما شاء الله، صح لسانك الله ياك أقسمنا.